لكن عايزين كمان نشوف فرقه بكره عامله ازاي، جمال الغاني عامل ازاي من خلال لغه الارقام والاحصائيات. وطبعا دايما بيشرفنا وبينورنا الدكتور احمد بيومي بلغه الاحصائيات والارقام، وكمان على مستوى الشكل الفني اللعيبه بتلعب ازاي. هيكون دلوقتي ومشرفنا وبنرحب بيه دايما الدكتور احمد بيومي. تعالى انا وحضراتكم وكمان نجومنا علشان كمان الارقام دي والاحصائيات هنتكلم عليها بعد ما نخلص مع الدكتور احمد بيومي. بنرحب بضيفنا النهارده الدكتور احمد بيومي. تعالى نشوف فريق ميديما الغاني شكله عامل ازاي من خلال الدكتور احمد بيومي. ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا كابتن هاني، شرفنا ومنورنا. انا اللي بتشرف دايما بتواجد مع حضرتك. طبعا انا اعتقد عانيت كتير جدا مارسيل كولر قال انا تعبت قوي علشان اجيب بعض الملفات وبعض المباريات لفريق ميديما الغاني، لان الامور مش سهله، لان الدوري الغاني كمان مش من الدوريات القويه. انت محضر لنا ايه ووصلت لايه لفريق ميديما الغاني على مستوى الفني على مستوى الارقام؟ كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، طبعا بدايه المشوار الافريقي بقى طبعا على مستوى دور المجموعات، ويمكن البطوله الجماهيريه المفضله لجماهير النادي الاهلي وهي بطوله دوري ابطال افريقيا اللي دايما بتبقى مفتاح لتواجد الاهلي في كاس العالم للانديه، وباذن الله طبعا السوبر الافريقي القادم باذن الله ان شاء الله. زي ما حضرتك تفضلت، هي فرقه طبعا كان من الصعب ان الواحد دايما يوصل للفيديوهات ليها او خاصه بيها عشان تقدر ان انت تحللها، ولكن الحمد لله قدرنا نوصل لعدد من المباريات سواء على المستوى الافريقي او على في دور التمهيدي الاول او الثاني، ونفس الكلام في لقطات جبناها برده ومباريات كامله موجوده طبعا دلوقتي مع النادي الاهلي بالنسبه للدوري المحلي بالظبط. فخلينا طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هي فرقه مغموره الى حد ما وغير متعارف عليها بالنسبه لجماهير النادي الاهلي مقارنه مثلا باشانتي كوتوكو او بنتكلم برضو على هارتس اوك. فخلينا نعرف الجماهير على فريق ميديما الغاني. هنلاقي ان هو طبعا تاسس عام 2008 طبعا حديث التاسيس، بنتكلم على قيمه تسويقيه بنتكلم على 2.4 مليون يورو مقارنه طبعا بالنادي الاهلي 30 مليون يورو. طبعا في فروق واضحه جدا سواء على مستوى التاسيس او القيمه التسويقيه. اجمالي البطولات اللي حصلوا عليها من 2008 هي 3 بطولات، بنتكلم على بطوله الدوري المحلي ودي طبعا اللي اهلتهم للتواجد في دوري ابطال افريقيا، بطولتين للكاس برضو المحلي. لو جينا بصينا على مستوى المشاركات طبعا دي اول مشاركه ليهم في دوري ابطال افريقيا، بالنسبه للكونفدراليه شاركوا قبل كده مرتين في بطوله الكونفدراليه. ده يمكن خاص بالمقدمة على فريق ميديما. لو جينا برضو بصينا على المدير الفني الخاص بفريق ميديما هنلاقي طبعا هو إيفانس أوديتي، هنلاقي ان هو طبعا غاني الجنسية عمره 59 سنة، اجمالي المباريات اللي خاضها معهم 28 مباراة، فاز في 16 مباراة، اتعادل في 3 مباريات وهزيمة في 9 مباريات، له 42 هدف وعليه 29 هدف. طبعا حقق معهم بطولة وحيدة وهي بطولة الدوري الغاني اللي أهلته لدوري أبطال أفريقيا. طبعا بالنسبه ل مادام اتكلمنا على المدير الفني ممكن بقى ننتقل لطريقه لعبه ونشوف هو ايه الخطه. بالظبط، يعني هو دايما الفرق اللي ملهاش معالم شويه بتبقى يعني طرق اللعب بتبقى صعب قوي تحددها، لكن هل ليه طرق لعب واضحه وصريحه في الفورميشن بتاع الفريق؟ هنعرفه منك يعني. خلينا نشوف فيه صور لطريقه اللعب، هنلاقي ان هو في خلال طبعا الفتره الاخيره خلال مباراه مثلا عشان كوتوكو اللي اتهزم فيها 1-0 في الدوري الغاني، في الدوري الغاني بالظبط، بيلعب دايما بثلاثه ارتكاز في قلب الدفاع، سواء بنتكلم على كوفي او بنتكلم على نور الدين او بنتكلم على ايمانويل، الثلاثه دول اساسيين اللي هو لعيب رقم 24 ولعيب رقم 2 ولعيب رقم 15، دول اساسيين عنده دايما بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع، بينزل معاهم 2 باكات بحيث ان هو يلعب بخمسه في قلب الدفاع. ده يمكن كده ممكن برضو ننتقل على الصوره اللي بعديها اللي بنشوف بقى الكلام ده قلب في جوه الملعب، هنلاقي بيلعب الثلاثه سواء كوفي او نور الدين او ايمانويل. خلي بالك هو الفريق اللي على اليمين اللي لابس التيشيرت الغامق مش الاحمر. بالظبط يعني. بالظبط. واضح جدا في ثلاثه في خط الظهر، وواضح جدا ان الباك الشمال متقدم لغايه خط النص، كمان باك اليمين، وفي تقريبا 2 ارتكاز او 1 ارتكاز وقدامه 3 يعني. بالظبط، بيلعب يعني في بعض الاحيان بيلعب 5-4-1 او لما بيبقى متاخر بهدف بيلعب 5-3-2 لما بيكون متاخر باهداف. ده على الناحيه اللي هو بالنسبه للمين فورميشن بتاعته اللي هو بيلعب ب 5-4-1 او 5-3-2. اول 5 اللي بيلعبوا في خط الظهر، ويمكن بيعتمد زي ما احنا شايفين على راس حربه وحيد يعني. بالظبط، اللي هو جوناثان. جوناثان. بعد ما نستعرض طريقه اللعب ممكن نشوف بقى تطبيق الكلام ده على البناء الهجمه بتاعته، بيبني الهجمه ازاي. زي ما قلنا على الرغم ان هو بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع، ولكن بيفتح الملعب بيعمل ستريتشنج للملعب من اليمين او من الشمال لخطوطه، ما بيلعبش دفاع كومباكت،
يبتدي فارد الملعب، هو مش عامل اي ضغط قدام الفريق اللي قدامه، هو بيعتمد كمان على الكرة الطويله، يعني واضح جدا ان هو ما بيسلمش في نص الملعب. لا، لو جات الكره على اليمين او الشمال هو اول حل بالنسبه له يلعب كوره في اتجاه راس الحربه وبيستنى الكره الثانيه. دي اغلب الفرق الافريقيه طبعا بتلجا الى الكره الطوليه. اه بالظبط، هو دول طبعا ثلاثه اللي ورا، اول ما الكره بتيجي على جنب ممكن نقف هنا شويه، هو خلاص باصص، هو مش باصص على واحد في نص الملعب، في واحد في نص الملعب فاضي، لكن هو اوريدي النظره على راس الحربه اللي على ال 18 وبيلعب كوره طويله توصل له، وبيعتمد بقى الكوره دي هتسقط وياخد الكوره الثانيه ولا لا. ودي خلي بالك يعني السيستم ممكن جدا ياذي لو انت مش مركز قوي، خاصه في لعيبه خصوصا الالتحامات الهوائيه طبعا قدام في ال 18. بالظبط بالظبط بالظبط. برضو من الملاحظ من خلال الفيديوهات دي لو حضرتك تلاحظ هتلاقي ان البنيه التحتيه عندهم الموضوع منخفض جدا. يعني ما عندوش الامكانيات الضخمه ان هو نتكلم في استادات معينه، بنتكلم في مدرجات، بنتكلم في امكانيات. ولكن على الرغم من ضعف الامكانيات اللي موجوده في غانا، ولكن بنلاقي النهارده غانا يمكن ثاني اكبر دوله افريقيه عندها تصدير لعيبه محترفين. صحيح. بنتكلم اكتر من 300 لاعب. صحيح. بنتكلم النهارده في زياده بس في 2023 زي ما زميلنا منصف قال لنا عندهم اكتر من 40% زياده للمحترفين خلال 2023. صحيح. ده على الرغم من ضعف الامكانيات. خلي بالك ضعف الامكانيات ويمكن سوء حاله الملعب شويه، خلي بالك ده ممكن يساعد الفرق الافريقيه انها تأدي بشكل افضل شويه على استاد زي استاد السلام او استاد القاهره، وبالتالي ممكن نسبه الاجاده بتزيد ولو حتى 10%. الاستلام، التسليم، عمليه الدريبل، ادائهم ممكن يختلف تماما. يمكن لو نستعرض برضه حتى على ضعف الامكانيات هم بيحاولوا يواجهوا حته التطور شويه في تحليل الاداء او في السكاوتنج اللي بيأدوه، هنلاقي عندهم برضه حتى على ضعف الامكانيات عندهم محلل الاداء بيبقى قاعد بره بيبتدي يراقب المباراه، بيبتدي يسجلها، بيبتدي يحللها. يعني الناس بتشتغل بالظبط. بتشتغل، عندهم جزء الشغل تحليل فني، عندهم سكاوتنج بيتفرجوا على المباريات بيحللوا المنافس بشكل كويس، يعني برضه جزء من البروفيشنال في الجزئيه دي بشكل كبير. بالظبط، عشان كده نلاقي دايما ان هم متقدمين في المحترفين عندهم بشكل كبير حتى على مستوى الافريقي. ده يمكن خاص ده هنا محلل الاداء بيبتدي يراقب المباراه، وعنده طبعا المصور بيبقى موجود في اعلى المدرجات بقدر الامكان بحيث ان هو يكشف الملعب من فوق ويصور الاداء. موجود طبعا. ده التيم بتاعهم الانالايز او تيم التحليل، رغم زي ما شايفين ضعف الامكانيات، ولكن هم بيحاولوا يشتغلوا بشكل احترافي شويه، بيحاولوا يقدموا مردود كويس. حتى الحاجه ام الاختراع هنا، خلي بالك برضو يا دكتور، لما هم موجودين في دوري الابطال او المشاركه ليهم بيبقى عندهم طموح كبير جدا، وعندهم بيلعبوا النادي الاهلي بطل القرن ويعني اكبر نادي في افريقيا، فخلي بالك جزء السبيريت دوت كمان لازم نعمل حسابه كويس قوي، ان اللعيبه دي عندها حوافز وعندها يعني بيلعبوا النادي الاهلي اول مره في بطوله افريقيا، وبالتالي لازم عندنا حرص شويه من الجزئيه ديت. بالظبط، هو انه حتى لو ما خرجش بنتيجه ايجابيه ولكن بيسوق لنفسه طبيعي بتلعب النادي الاهلي. ما دي النقطه اللي عايز اكلمك عليها، في بعض بعض الانديه ما بتركزش على البطولات قوي، بتركز على تصدير اللاعبين. بالظبط، وانت زي ما انت قلت غانا اعتقد رقم 2 على مستوى افريقيا بعد نيجيريا في تصدير اللاعبين للخارج، وبالتالي الجزئيه ديت هم ممكن يستغلوا البطوله الافريقيه، مش الغرض فيها الوصول لاعلى نقطه او ابعد نقطه، لكن تسويق لعيبتهم بشكل او باخر. يمكن بخصوص نقطه حضرتك دي، يمكن هم السنه اللي فاتت مصدرين 7 لعيبه للدوري، سبع لعيبه لفريق واحد بس في مالطا، 7 لعيبه لنفس الفريق بحيث ان هم عاملين موائمه او مشاركه معاه بحيث انه يصدر اللعيبه دي هناك، ويبتدي الفريق في مالطا ان هو يسوق اللعيبه دي في اوروبا. وارد جدا عندهم اجريمنت مع بعض الانديه حتى لو على مستوى يعني بتتكلم على يمكن دوري دي الصورة دي طبعا الصورة. في 8 لعيبة من الفريق ده راحوا لمالطا، يعني صوت. انتقلوا من النادي دوت لمالطا، وبالتالي هم واخدين الامور تسويقيه بشكل كبير، ان هم بيسوقوا لعيبتهم بشكل او باخر. طبعا ده ما تمش بسرعه شويه، استحاله طبعا. لا طبعا منظم، يعني 8 لعيبة يروحوا نادي واحد في موسم واحد، فاكيد ما عندهم اجريمنت مع النادي دوت يعني. بالظبط، خلينا برضو ننتقل ليه بنشوف بقى مشوارهم على مستوى الدوري المحلي دلوقتي، هنلاقي ان هم لعبوا 11 مباراه، ترتيبهم الثامن، ترتيبهم متاخر غير السنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها، لان هم ترتيبهم الثامن. طبعا عندهم 16 نقطه، فاز في 5 مباريات واتهزم في 5 مباريات، له 11 هدف وعليه 12 هدف. طبعا ترتيبهم دلوقتي في الدوري الحالي بنقول ان هم في تذبذب في المستوى، ما بنقولش ان هم من الاسماء المتصدره في الدوري الغاني الموسم الحالي. فكم فريق في الدوري الغاني بتتكلم على؟ احنا بنتكلم تقريبا في 12 فريق. 12 فريق هو في المركز الثامن يعني. بالظبط. 18 فريق. 18 فريق وهم في المركز الثامن. منتصف الجدول يعني. بالظبط.
برضو بعد ما نخلص مشوارهم في الدوري المحلي، خلينا بقى نذكر الساده المشاهدين بالمشوار الافريقي سواء بالنادي الاهلي او للنادي مديما. نلاقي طبعا ان النادي الاهلي طبعا لعب دور تمهيدي بواحد، لعب طبعا فاز في مباراه الذهاب في 3-0، نفس الكلام في مباراه العوده فاز في 4-0 على فريق سان جورج. اما بالنسبه لفريق مدياما لعب دورين، دور اول تمهيدي ودور تاني تمهيدي. خلال الدور الاول او الدور الثاني كسب مباراه وانهزم وخسر في المباراه الثانيه. يعني مني كمان معدل التهديف، يعني هم حتى المدير الفني بيقول احنا بنحرز اهداف كتير خلال المباريات اللي فاتت، احرز اهداف كتير. هل دي عن قوه هجوميه او عن كور ثابته او يعني الشكل العام الهجومي يقلق؟ بالنسبه عندهم عناصر مميزه في الشكل الهجومي، عندهم طبعا عناصر مميزه، ولكن الغزاره التهديفيه كانت موجوده في الدوري المحلي وليس في الدوري الافريقي. يعني مثلا هنلاقي ان هم كسبوا مباراه 1-0 وانهزموا اللي بعديها 1-0، المباراه الدور التمهيدي الثاني كسبوا 3-1 وخسروا بعديها 2-1. فالغزاره التهديفيه موجوده على الدوري المحلي، ودي ما اقدرش اقيسها نتيجه قوه المنافسين اللي موجوده في الدوري الغاني. طيب ده بالنسبه لمشوارهم. خلينا برضو نستعرض بالنسبه لحضرتك تفضلت الغزاره التهديفيه، نشوف اهداف خاصه او دخلت مرماهم خلال الدوري الغاني عشان نقدر نشوف نقاط الضعف اللي موجوده عندهم. ممكن نشوف الاهداف اللي دخلت مرماهم، مثلا عندنا 3 اهداف ممكن نستعرض. مثلا دي في البدايه بدايه الهجمه للفريق المنافس، وبرضو خلينا ملاحظين الملعب شكله عامل ازاي يا شباب. طبعا ده بيأثر، يعني ده بيأثر لما يجي يلعب على استاد القاهره او بيلعب على استاد السلام، اكيد الاداء بيختلف والاداء بيزيد بنسبه ان شاء الله 10%. دي كره عرضيه من طبعا من الجهه اليسرى عندهم، دي برده هو الفريق لابس موف، يعني لابس موف بالظبط. هنلاقي دايما التلات اهداف اللي انا جبتهم بيتكرروا نفس الكلام، كره عرضيه من الجهه اليسرى، اختراقات عندهم من الجهه اليسرى بتأدي بشكل كبير او بتبقى مؤثره عليهم بصوره سلبيه. فاعتقد دي الجهه او هنشوف برده ده هدف تاني من كره ثابته. طبعا الناحيه الدفاعيه عندهم ضعيفه، والتمركز واضح ان في عندهم قصور في الحاله التكتيكيه. يعني نفس الكلام، دي صوره برضو لهدف دخل مرماهم، القصور عندهم طبعا واضح، التمركزات جوه ال 18 على الرغم ان هو بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع وعنده كثافه، ولكن حته المراقبه مش موجوده بفعاليه. هو واضح كمان ان يمكن الجبهه اليسرى عندهم شويه مشاكل دفاعيه، يعني خاصه يعني الثلاث اهداف دول انا جبتهم بسرعه عشوائيه، ما كانش في تنظيم، ولكن لاحظت ان هم الثلاثه من الجبهه اليسرى. هنلاقي بقى هنا الاهداف اللي احرزوها، احد الاهداف اللي احرزوها بعد الهدف ده، ده هدف تاني دخل فيه دخل مرماهم. بعد كده هنشوف الاهداف اللي احرزوها، تمركزات طبعا في قلب الدفاع واضح، طبعا واضح برضو الخط الدفاع مش بالمستوى الجيد، يعني انت لو ضغطت النادي الاهلي بقوته وبشكله الطبيعي ان شاء الله باذن الله يعني نكسب ونكسب سكور كمان ان شاء الله. بالظبط ان شاء الله. طبعا البدايه هنا هتبقى مهمه جدا للنادي الاهلي عشان يدي رساله لجميع الفرق اللي موجوده في المجموعه ان هو قادر، خصوصا المباراه على ارض النادي الاهلي، فلازم يكون عنده الصبر ان شاء الله. بكره ان شاء الله النتيجه تطلع بنتيجه ايجابيه ويكون فرق كمان كبير، نتكلم اكتر من هدفين باذن الله. اخر حاجه ممكن نستعرضها هو الهداف بتاعهم اللي هو جوناثان او السترايكر بتاعهم، ده السترايكر راس الحربه بتاعهم، ده الرئيسي بتاعهم، هو الهداف بتاعهم. هنلاقي ان هو على مستوى الدوري لعب 7 مباريات واحرز 4 اهداف، هو يعتبر ثالث هدافي الدوري الغاني. اما على المستوى الافريقي فنجد ان هو لعب 4 مباريات سواء الدور الاول او الدور الثاني تمهيدي واحرز هدفين، باقي اللعيبه طبعا اللي احرزوا هدف واحد بس. ده يمكن كان سريعا كده خاص بفريق ميديام. لا احنا مجهود الحقيقه تشكر عليه دكتور احمد، بنشكرك شكرا جزيلا، يعني دايما متالق ودايما بتبدع معانا، شكرا جزيلا. بس دايما بتواجد مع حضرتك يا كابتن هاني. شكرا جزيلا.